الهيئة العامة للسياحة والآثار، ملتقى السفر والاستثمار السياحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذه الجلسة والتي سوف تناقش أهمية الجمعية المهنية لمنظمي الفعاليات. بالتأكيد أن هذه الجمعية قد تكون مهمة، ونرجو من الأخوان أن يقدمون ماذا سوف تقدم هذه الجمعية للمنظمين وماذا ستعود بالفائدة على الفعاليات. أبدأ مع سعادة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار. فليت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم جميعا الأخوة والأخوات، ويسرني اليوم أني أخذكم أو أبدأ الجولة اللي تتكلم عن هذا المقترح إن شاء الله اللي بنناقشه، ونوصل إلى تصور موحد إن شاء الله حول هذا المقترح. أبدأ بورقتي، وستكون إن شاء الله تتكلم عن أهمية الجمعيات المهنية، أيضا تتكلم عن تجربة الهيئة ومناقشة في النهاية نناقش الفكرة. سأخذكم في هذه الجولة على بشكل سريع، لأنه الوقت المتاح، كم الوقت المتاح دكتور؟ 10 دقائق مثلا. أي شوف، يا دوب أمر على الشرائح، وإن شاء الله هي موجودة، إذا مزيدا من التفصيل هي ما تكون موجودة على الملتقى فيما يتعلق بالشرائح إن شاء الله. المحاور اللي أمر عليها بشكل سريع، زي ما تلاحظون أمامكم، ما أدري واضحة في الشاشة، طيب على بال ما يصلحون الأخوان الخلل التقني هذا، هشير إلى المحاور اللي أتحدث عنها. هبدأ بتعريف الجمعيات المهنية، وش المقصود في الجمعيات المهنية. أيضا هتكلم عن المحور الثاني، عن الفوائد اللي تحققها مثل هذه الجمعيات المهنية. أيضا سنتكلم عن المحاذير، يعني ويمكن هي قد تكون العقبات اللي تمنع تكوين مثل هالجمعيات، وكيف نتعامل مع المحاذير إن شاء الله. أيضا نتكلم عن تجربة الهيئة في إقامة عدد من الجمعيات المهنية، أسباب إنشاء هذه الجمعيات، أيضا التجربة الصعبة اللي مرت فيها الهيئة حتى خرجت هذه الجمعيات، هي جمعيات ثلاث خرجت إلى النور. وسنتكلم إن شاء الله عن أمثلة لجمعيات، يعني البست براكتس في الممارسات العالمية لبعض الجمعيات في بعض الدول المجاورة، وأيضا بعض الدول المتقدمة في الفعاليات. أيضا في النهاية إن شاء الله بنتكلم عن مقترح إنشاء الجمعية، وأيضا الأخوان إن شاء الله بيشاركون في هذا في أوراقهم عن هذا المقترح، وإن شاء الله في نهاية الأمر نوصل إلى رأي أو موقف موحد بإذن الله. أبدأ بتعريف الجمعيات المهنية، طبعا أخذناه من عدد من المراجع المتخصصة في الجمعيات المهنية، وتقريبا جمعنا تعريف. عرف الجمعيات المهنية بأنها المؤسسات أو المنظمات الأهلية، لاحظوا هنا هي قلنا الأهلية بمعنى أنها غير حكومية، تنشأ مستقلة عن الحكومة، وتعتبر هذه الجمعيات خصوصا في البلدان المتقدمة تعتبر المتحدث الرئيسي أو الرسمي باسم الممارسين، هي المعبر عن أفكارهم وطموحاتهم. وهذه الجمعيات غالبا اختيارية، يعني يترك الأمر اختياري ولا تأخذ الجانب الإلزامي فيما يتعلق بالانضمام إليها، ولكن عادة ينضمون إليها للفوائد المتحققة منها. فبقدر ما تكون هذه الجمعية ناضجة وتقدم يعني أعمال تعود على الممارسين، يكون الانتماء.
بعد ما عرفنا المقصود بالجمعيات المهنية نتكلم عن الفوائد اللي تحققها هذه الجمعيات. يمكن اللي كان معنا في الجلسة الأولى كان الأخ أمجد الصوالحة أشار إلى تجربة الأردن وبعض التجارب وذكر أهمية مثل هذه الجمعيات، وهو ما شاء الله مباشرة اقترح إنشاء جمعية. طبعا هذا كان رأيه، ويعني حاولت أني بس أعرضه بشكل سريع للي ما حضر. من الفوائد أنه التواصل والتطوير، أنا بحاول بشكل سريع لأني لا أستطيع أنه على الوقت المتاح أفصل فيها كثيرا، ولكن في أثناء النقاش ممكن أن أتحدث عنها بشكل أوسع. أيضا تقدم خدمات لهذه الجمعيات لأعضائها، تعتمد برامج دراسات استشارات، تفتح قنوات للنشر وملتقيات للتطوير. يعني الآن الملتقيات لو تلاحظون الهيئة أو الجهات الحكومية هي اللي دائما تنظم الفعاليات، تنظم الملتقيات، المؤتمرات، اللي يفترض العكس الجمعيات هي اللي تقود هذه القنوات وتفتح وتقيم هذه الملتقيات. أيضا العمل الجماعي، التعاون والتفاهم المهني بما يخدم ويطور المهنة. الفوائد كثيرة، يمكن اللي ذكرتها هي أبرز الفوائد بالنسبة للجمعيات المهنية. طيب الآن ننتقل للمحاذير، محاذير إنشاء الجمعيات المهنية بالذات عندنا في المملكة، يعني هذا الكلام طبعا والوطن العربي. الإشكالية الجمعيات المهنية أنها قد تخرج عن أهدافها وتتعارض عملها مع النظام العام. يعني على سبيل المثال يخشى أنه يكون جمعية وتأخذ إطار سياسي، تأخذ طابع طائفي، طابع قبلي عندنا، طابع مناطقي. هذا أحد المحاذير اللي يخشى أن الجمعيات يعني بمعنى أنها تخرج عن أهدافها. أيضا خلنا نقول اللي نسمع عنه، يمكن كنت مع الأخ عبد العزيز الحسن قبل هالجلسة نتكلم حولها، المهندس عبد العزيز الحسن موجود معنا وكان يتكلم عن هل إحنا جاهزين ولا لا، وكان يرفض مسألة إن إحنا يعني إنه كان يقول إنه we can do it. لما سيكولوجيا تقول إنه إحنا لسنا جاهزين لا يمكن إنك تنتقل المرحلة الثانية وتبقى مكانك متخلف. في هالفكرة اللي هنا أو المحاذير أنه التلازم بين إنشاء الجمعية المهنية والنضج والوعي، يعني وهذه النقطة هي الأساسية الحقيقة، يمكن واجهتنا بعد شوي بتحدث عنها في هيئة السياحة لما كنا في هيئة الخبراء ونكون هالجمعيات وهذه الجمعيات، جمعيات الفنادق، جمعيات كذا، هل عندهم النضج، هل عندهم الوعي؟ لسه بدري على يعني على هالموضوع. ما ودي أذكر الجهات اللي تقول هذا الكلام أو موظفي هالجهات، لكن هذا كان يعني العوائق اللي نسمعها. ايضا احتمال التصادم مع الجهات الحكوميه، يعني بعض الجمعيات اول ما تتكون، انا الحقيقه اعمل في القطاع الخيري وعضو مجلس اداره في احدى الجمعيات الخيريه، واشوف يعني الوزاره المعنيه اللي تشرف علينا احنا وياها في اخذ وشد، احنا نحاول يعني نتكلم عن اهدافهم العكس. طبعا جمعيتنا ما تسعى للتصادم، يعني احنا نحرص ان ما، لكن هذا التصادم او خلنا نقول فيه مكان للتصادم، والجهات الحكوميه تخشى من هذا المحاذير، لكن اذا كان تم التعامل معه انا اتوقع انه يعني بيتم التجاوز. طيب يمكن اشرت بشكل سريع دكتور عيسى، ترى انا اشوف الشاشه 5 دقائق باقي، الشاشه دقيقه هذه اللي قدامي باقي 5. اي نعم قدامي الان، اذا بقى دقيقه راح ابلغك على اساس. لا خلاص اشوفها في الشاشه ايضا. تجربة الهيئة في إقامة الجمعيات المهنية، هذه تجربة يا إخوان امتدت أكثر من 10 سنوات، وحنا في أخذ وعطاء، نبحث عن إطار. أول ما بدأنا نشكل هالجمعيات نبحث عن إطار يكون هالجمعيات، رحنا للجمعيات الخيرية، لائحة الجمعيات الخيرية، قعدنا في مشوار طويل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، واجهنا مشكلة أنه هذيك فقط القطاع الخيري. ايضا رحنا لوزاره التجاره، وزاره التجاره يقولون لازم تاخذون قرار من المقام السامي او نظام زي ما هو موجود في المحاسبين، زي ما هو موجود في مهنه ايضا المهندسين. بحثنا بمحاولات اخرى، وجدنا انه في وزاره الشؤون الاجتماعيه بعد مرحله لاحقه عدت مشروع اسمه مشروع نظام المؤسسات الاهليه، مؤسسات والجمعيات الاهليه. حرصنا أنه يكون في مجال، ناقشنا على مستوى هيئة الخبراء معهم
وعلى مستوى مجلس الشورى أنه يكون في مجال للجمعيات المهنية، ووفقنا كان هذا موجود. طبعا لم تكن فكرتنا الأساسية، كانت موجودة الحقيقة من الوزارة، ولكن احنا طورناها بحيث أنها تشمل الجمعيات المهنية معهم. للأسف الشديد هالمشروع، مشروع النظام أخذ مسار زي مشروع نظام مكافحة التدخين، إلى الآن ما بعد ظهر للنور. طبعا مشروع نظام مكافحة التدخين هو أكثر منه، يعني أقدم منه بحكم أني أنا معاصرة له 30 سنة تقريبا، وإلى الآن لم يرى النور. الهيئة اضطرت أنها تجد إلى مجال آخر، يعني واستخدمت يعني طبعا بعد بحث الحقيقة كثير من خلال مجلس إدارة الهيئة، عدينا 3 تنظيمات قلنا كإجراء مؤقت، كإجراء أنه يصدر تنظيم بقرار مجلس الوزراء لجمعيات 3 في المرحلة الأولى. يعني طبعا الجمعيات أكثر ولكن قلنا نبدأ بجمعيات 3 كمرحلة أساسية، اللي هي جمعية مرافق اللواء السياحي، وجمعية وكالات السفر حتى وكالات السفر والمنظمين الرحلات كنا نبغاها جمعيتين، قالوا لا تدمج مع بعض. واجهنا مشكلة بعدهم أنهم مختلفين، لكن قلنا يعني كفاست تراك. أيضا الجمعية الثالثة اللي هي جمعية المرشدين السياحيين. طبعا قبل الفترة الحالية وش كنا كيف نعمل؟ سوينا انتيرم سولوشن، خيار أو خلنا نقول إجراء مؤقت لين تصدر التنظيمات هذه. شكلنا لجان على مستوى الهيئة، لجنة للإيواء، لجنة لوكالات السفر، ولجنة لمنظم الرحلات، ولجنة للمرشدين السياحيين. طبعا أسباب ذلك، أسباب إنشاء الجمعيات وقبلها اللجان المؤقتة، أنه هي وسيلة لتفعيل دور القطاع الخاص. القطاع الخاص بالذات في السياحة مهم جدا، وأنا أتصور الأمر أنه ينطبق بالنسبة للفعاليات. أيضا تحويل مفهوم المنافسة غير العادلة لمفهوم التعاون لتحقيق النجاح. أيضا حماية النشاط من سيطرة المستثمرين الكبار في السوق. للأسف يعني القطاع السياحي، يمكن لو تشوفون للأسف يعني شركات كبرى أو ناس متنفذين هم اللي للأسف يعني في الدول العالم الثالث. هذه الجمعيات تبي تعالج هذا الأمر بشكل كبير. أيضا وهذا مهم، اللي هو الكود اوف كونتاكت أو المعايير، يسمونها القيم وأعراف المهنة، هذه أيضا القطاع الخاص من خلال الجمعيات يكونها ويصيغها وتصبح بمثابة الأعراف. يعني أمس كان أشار الدكتور أحمد السكي، كان في فعالية قانونية، كان أشار إلى أنه أصبح معروف أن اللي يتحايل على القانون يصبح بطل، بينما اللي يتحايل على العرف أو يخرق العرف يعتبر مجرم. السبب في ذلك أن العرف هو اللي كونها المجموعة، يعني القانون أتى يمكن من فوق، لكن العرف كونته المهنة، أصحاب الممارسين فيعتقدون لأنهم هم اللي كونوا يؤمنون جدا بأهمية هذا العرف ويحرصون أنهم ما يخالفونه، يعتبر مجرم اللي يخالف هذا العرف. ولا شك الجمعيات يعني تساهم في ذلك. توحيد قنوات التواصل، يعني بقالي دقيقة وشوي أستعجل. هذه الجمعية السعودية للمرافق الإيواء السياحي، هذه أهدافها أمامكم زي ما تلاحظون، هي لا تختلف عن الأسباب اللي ذكرناها قبل شوي. الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي طبعا بدأت يمكن تقريبا من حوالي 7 شهور أنشئت، وشكل لها أول مجلس إدارة، اليوم معنا واحد اللي هو الأستاذ سلطان بلوي، هيتحدث عن إن شاء الله ليس الجمعيه، يتحدث عن الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين. فلذلك استاذ سلطان ما راح اتحدث عن الاهداف، انتم ان شاء الله بتغطونها، جزاكم الله خير. اهداف الجمعيه بشكل سريع اتكلم عن امثله الجمعيات على المستوى الدولي. في جمعيه المعارض والفعاليات، يعني انا ودي اشير الى نقطه انه من خلال بحثنا السريع، طبعا هذا كان من خلال العم جوجل، يعني كان كلفنا الاستاذ حمد آل الشيخ، أن عدينا الورقة وارسلنا لها أمس، وقال إنه أيضاً أهمية الممارسات الدولية. سوينا بحث سريع الحقيقة، للأسف الأردن شار لها الأستاذ أمجد الصوالحة، لكن ما لقيناها في جوجل. اليوم أشار لها، إذا كان موجود اليوم ممكن يتداخل عنها. لقينا في جمعية المعارض والفعاليات في دبي، أيضاً جمعية في المملكة المتحدة، أيضاً جمعية في أستراليا. وهذه الجمعيات يعني ممكن لو ذكرت هدف الجمعية هي خلاص هدف بس لوحدة من الجمعيات، اللي هي أنها تعتبر المظلة والممثلة للممارسين والمهنيين في هذه الجمعية. المقترح جدا جميل،
ونرى الحقيقة أنه مهم جدا، لكن نحتاج يعني يقترح أن يتم تواصل مع عدد من الجهات الداخلية بحكم أنها لها علاقة التجارة والصناعة. التجارة والصناعة يبدو أنها هي اللي ترخص لهذا النشاط، أو على الأقل أنه ينقل الاختصاص للإشراف على هذا النشاط لهيئة السياحة، وتستطيع أنها تكون مثل ما عملت مع قطاعات السياحة أو البرنامج الوطني المعارض. اليوم معنا المهندس طارق العيسى، يعني نطلب أنه يتداخل في هذه النقطة بالإضافة إلى مجلس الغرف التجارية. أختم بأنه الجمعيات المهنية هي تهدف إلى تنظيم وتطوير المهنة، ولا يمكن تطور المهنة بدون وجود هذه الجمعيات. أيضا تقوم على الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص. من المؤمل أخيرا من المؤمل أن تحقق هذه الجمعيات، ومنها جمعية منظمي الفعاليات إذا ما إن شاء الله صدرت لها موافقة على إنشاءها، أن تحقق الأهداف المرجوة منها، طبعا بشرط أنه إذا أحسن القطاع الخاص الاستفادة منها والعمل على تحقيق أهدافها. أنا سعيد جدا وأنا آسف للإطالة، وأشكركم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا دكتور فيصل على هالإيضاح بالنسبة للجمعية المهنية. والآن المتحدث الثاني الأستاذ سلطان البلوي، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وسوف يعطينا فكرة بسيطة عن تجربتهم في هذه الجمعية، وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لكم جميعا، وأشكر إدارة البرامج على دعوتي لإلقاء تجربة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين. طبعا الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين صدرت مؤخرا، يعني تقريبا قبل 7 شهور، ولكن تكوين مجلس الإدارة ما صار لنا إلى الآن 4 شهور، ولذلك هي تجربة حديثة صحيح، لكن سبقها تجربة مهمة أشار لها سعد الدكتور، اللي هي تجربة اللجان الاستشارية. وطبعا بداية المحتوى راح أتكلم عن نبذة عن نشاط الإرشاد السياحي واللجنة الاستشارية للمرشدين السياحيين، أهداف الجمعية السعودية، أهمية الجمعية، نشاط الجمعية، خطط الجمعية، كذلك أسلوب عمل الجمعية وميزات العضوية ومستقبل الجمعية. طبعا نشاط الإرشاد السياحي بدأ عام تقريبا 2006، وكان ذاك الوقت المرخصين تقريبا 120 مرخص، ولكن كان العاملين أو الفاعلين من المرشدين السياحيين ما تجاوزون 20 مرشد سياحي. هذا الحال استمر إلى 2011، إلى أن بدأنا العمل في اللجنة الاستشارية للإرشاد السياحي، وفعلنا دورها من خلال الملتقيات، من خلال ورش العمل ودورات. طبعا ارتفع العدد في العام من العام 2011 إلى العام 2014، ليصل إلى تقريبا اليوم أكثر من 60 مرشد فاعل يمارسون مهنة الإرشاد السياحي. طبعا اللجنة الاستشارية للإرشاد السياحي كان لها دور في هذا الموضوع. كانت اللجنة الاستشارية للمرشدين السياحيين حل مؤقت يمارس تقريبا نفس دور الجمعية المفترضة، وكانت فرصة لأعضاء الجمعية أنهم أول شيء يكونون قريبين من مشاكل التحديات اللي تواجه المرشدين السياحيين ويجدون لها الحلول المناسبة. طبعا كذلك ساهم في تسهيل إدارة الجمعية وفي خلق جو من الانسجام ما بين الجمعية وأعضائها أو اللجنة وأعضائها والمرشدين السياحيين بشكل عام في كافة أنحاء المملكة. برضو ساعد وجود اللجنة في إيجاد برامج تحقق الهدف الرئيسي من للجمعية، منها على سبيل المثال اللي هو اليوم العالمي للمرشدين السياحيين، احتفلنا فيه تقريبا من عام 2010، والمرة الأخيرة كان في جيزان عام 2015. الاطلاع كذلك اللجنة ساعدت في الاطلاع على تجارب الدول الأخرى بالجمعيات الإرشاد السياحي، سواء في براغ أو التشيك، في مصر، في الأردن، وهذا ساعدنا أيضا على وضع لمسات معينة تهم المرشدين السياحيين قبل اعتمادهم من مجلس الوزراء. أهداف الجمعية، طبعا هناك هدف رئيسي من إنشاء الجمعية، وهو تطوير نشاط الإرشاد السياحي. الهدف هذا يعني يأتي منه عدد من الأهداف، تقريبا 17 هدف، طبعا الوقت ما يكفي أنه نذكرها كلها، لكن كان من أهم الأهداف هو عمل الدراسات، الإسهام في
في مهنة في خلق بيئة ملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي، العمل على تهيئة المناخ، التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والمرتبطة بأي من المجالات المتعلقة، تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني. المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في مجالات مختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط، وضع دليل بإجراءات وتطبيق معايير الجودة. طبعاً الوقت ما يكفي أن أذكرها كلها، لكن الأساس هو الهدف الرئيسي هو تطوير المهنة. أهمية الجمعية، طبعاً في اللجنة الاستشارية واجهنا مشكلة كانت هي عدم وجود شخصية اعتبارية للجنة، لا نستطيع فتح حساب، لا نستطيع تلقي أي طبعاً تبرعات أو رعايات، ولذلك كنا معتمدين تماماً على ميزانية مثلاً الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهذا حد كثير من نشاط اللجنة الاستشارية للمرشدين السياحيين. كذلك أهميتها تتمثل في يعني تمثيل العاملين بمهنة الإرشاد السياحي، المساهمة في تطوير النشاط. طبعاً بعد تكوين الجمعية صار لنا حساب، صار لنا شخصية اعتبارية، نجلب استثمارات، نعمل مشاريع. إلى الآن طبعاً إحنا 6 شهور مثل ما أسلفت، لكن الخطط موجودة، وهذا ساعد يعني اللجنة الاستشارية ساعدت في أن نستمر في موضوع الخطط وننفذها بشكل طبعاً متميز لله الحمد. نشاط الجمعية هو عقد ورش العمل، وقبل شوي يمكن كان الجلسة اللي قبل اللي سبقت هذه الجلسة كانوا يتكلمون عن موضوع تنظيم ملتقى للفعاليات، وكان السؤال هل الهيئة هي اللي تنظم أو الجمعية؟ لو كان في جمعية أعتقد أنه كان من السهل أنه الجمعية هي اللي تنظم هذا مثل هذا الملتقى، ولو كان فيه لجنة استشارية أعتقد أنه من بالإمكان أنها تنظم مثل هذا الملتقى. طبعا التعريف بمهنة الإرشاد السياحي، توقيع اتفاقيات تعاون، وهذا مثل هذا يعني النشاط عملناه مع جامعة الملك سعود، وعملناه مع نادي الفتح، وعملناه مع عدة جهات حكومية. الآن إن شاء الله بصدد توقيع عقد مع مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة المدينة المنورة. تدريب المرشدين السياحيين، لدينا عدد من البرامج، المشاركة في المعارض والمؤتمرات والملتقيات، عمل دراسات حول نشاط الإرشاد السياحي، إصدار النشرات والمجلات المتخصصة بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية. طبعاً خطط الجمعية تطوير معايير الترخيص لممارسة المهنة بالتعاون مع جامعة الملك سعود، زيادة عدد المرشدين السياحيين لتغطية الطلب المتوقع، وذلك باستقطاب منتسبي مثلاً منتسبي المؤسسة الطوافة ومؤسسة الأدلاء، تحسين جودة الخدمة من خلال تطوير المرشدين السياحيين، إنشاء صندوق دعم النشاط، الاستفادة من دعم خادم الحرمين الشريفين والبالغ تقريباً 10 مليون، خدمة أعضاء الجمعية اجتماعياً وثقافياً، وإنشاء فرق للمرشدين السياحيين في كافة مناطق المملكة، المحافظة على تواصل جيد، وهذا الموضوع بالذات كان هو السبب الرئيسي في رفع عدد المرشدين السياحيين وتفعيل دورهم. التواصل، إذا كان في تواصل ما بين المرشدين لاحظنا أنه كل مرشد يعطي زميله المرشد فرصة عمل أكبر. طبعا أسلوب عمل الجمعية كان الأولوية في الخدمة للنشاط للسوق وليس للأفراد، وهذا شيء مهم جدا، وأعتقد أنه في كان تجارب لجمعيات أخرى كان للأسف بعض المجالس يعتمد على في قراراته على مصلحته الشخصية ومصالح الأعضاء، وهذا شيء يضر في الجمعية. احنا هدفنا وعملنا بالأساس هو خدمة السوق أو النشاط بشكل عام، ومن ثم خدمة المنتسبين للجمعية. طبعاً أعضاء مجلس الإدارة يعملون لتطبيق هذين المبدأين. الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية، وبذلك فإن كل مرشد منتسب يساهم في اتخاذ القرارات، المحافظة على تواصل دائم مع كافة الأعضاء من المرشدين السياحيين. طبعاً مميزات العضوية في الجمعية، تسويق الأعضاء من خلال الاشتراك في موقع الجمعية والذي يحتوي على برنامج خاص في هذا المجال، نسوق لهم لدى الجهات ولدى منظمي الفعاليات أو منظمي الرحلات السياحية، الحصول على خصومات خاصة من خلال بطاقة العضوية بعد الاتفاق مع مقدمي الخدمات مثل الفنادق ومثل الطيران، الاشتراك في برنامج دعم النشاط، وهذا برنامج خاص ندعم المرشدين السياحيين، نوفر لهم فرص عمل في الفعاليات وفي المهرجانات،
وندعمهم ماديا، الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل التأمين الطبي وتمثيل الجمعية في حال مشاركاتها الخارجية والداخلية، وهذا حصل تقريبا قبل شهرين في المؤتمر الدولي للمرشدين السياحيين في براغ، الاستفادة من برامج التدريب المجاني التي تقدمها الجمعية. مستقبل الجمعية طبعا عملية انتخاب مجلس الإدارة بعد 3 سنوات إن شاء الله. المجلس الأول كان طبعا بالتعيين من سمو الرئيس، بعد 3 سنوات نبدأ الانتخاب. طبعا 3 سنوات راح تكون تأسيسية. احنا عملنا برنامج على أساس أنه نوعي الأعضاء إن شاء الله أنه من خلال بعد 3 سنوات لابد أنهم يختارون الشخص المناسب، وضع برامج مستدام مضمون. أستاذ سطام دقيقة لو تختم. نعم. لو تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، الاستفادة من تجارب الجمعيات الأخرى وتطبيق برامج مشابهة. أعتقد أنه كذا خلصنا. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية. شكرا أستاذ سلطان. الآن المتحدث الثالث سعادة الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، وهو عضو مجلس إدارة للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، فليتفضل. 10 دقائق وأبلغك قبل دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في البداية أرحب بكم جميعا وأتشرف بالمشاركة في هذا الملتقى، وأتمنى أن تجدوا من تجربتنا في الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان ما يفيد في إثراء جمعياتكم وبرامجكم وفعالياتكم. في الحقيقة الجمعيات العلمية هي جمعيات تنشأ من خلال الأقسام العلمية في الكليات والجامعات، ولها نظام خاص بها بحيث يقترح القسم العلمي إنشاء جمعية علمية ويكون لها أعضاء ويكون لها برنامج ولها صفة الاستقلالية عن الكلية والجامعة، رغم أنها تحت مظلة الجامعة ومظلة الوزارة. أيضا الجمعية يعني أو الجمعيات العلمية أو فكرتها وأهميتها تأتي باعتبارها جزء من منظومة المؤسسات المجتمع المدني، والتي لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع وتقديم الأنشطة والبرامج التي يعني تزيد من فعالية المجتمع والمشاركة المجتمعية الجيدة. الجمعية السعودية للعلاقات العامة جمعية علمية أنشئت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الإعلام والاتصال، قسم العلاقات العامة. بطبيعة الحال جاء إنشاء الجمعية قبل هذه هي الفترة الثانية، كانت يعني نحن الآن في السنة الخامسة للجمعية، وفكرة الجمعية هي أن تكون مرجعية علمية ومهنية لممارسي العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي أخذت على عاتقها أن تحقق هذه المرجعية من خلال مجموعة من الأهداف والبرامج والممارسات. من أهم الأهداف التي تسعى إليها الجمعية هي خدمة الأعضاء المنتسبين لهذه الجمعية من خلال البرامج والأنشطة. أيضا من ضمن الممارسات المهمة والرئيسة التي تحقق أهداف أن تكون الجمعية مرجعية علمية ومهنية هي إقامة الأنشطة والفعاليات، إقامة البرامج التدريبية، أن تسهم في إعداد الدراسات العلمية، أن تقدم الاستشارات، أن تقوم ببناء معايير مهنية لممارسة العلاقات العامة بصورة صحيحة تعكس الجانب العلمي والمهني لهذا التخصص. من أبرز الإنجازات والأنشطة والفعاليات التي نفذتها الجمعية ومن خلال تجربتها، نظمت ملتقى سنوي للجمعية ونحن الآن في الملتقى الثالث. الملتقى الثالث سيعقد إن شاء الله الأربعاء القادم 8 أبريل، عنوانه العلاقات العامة الرقمية، وجاء فكرة إنشاء هذه يعني هذه الفعالية أو هذا الملتقى من أجل ما يشهده العالم من تطور تقني وأيضا التغيرات الجوهرية في البيئة الاتصالية التي أدت إلى دخول الكثير من الممارسات والتطبيقات التقنية في بيئة العمل، وبالتالي كان من دور العلاقات العامة أن تتوافق وتتواكب مع هذا التطور وتقدم للمنسوبين وللمهتمين والممارسين
أبرز أو أهم الاتجاهات العلمية والمهنية والتجارب الناجحة في مجال الممارسة الرقمية لأنشطة العلاقات العامة من خلال ملتقاها الذي سيعقد خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين. وقبلها كان هناك ملتقى الأول والثاني، كان الملتقى الأول عن مفهوم العلاقات العامة والتحديات التي تواجه هذا المفهوم، ويعني الإشكالات المتعلقة بممارسة نشاط العلاقات العامة. المحور الثاني من الإنجازات متعلق بجانب التدريب، والجمعية لديها خطة تدريب سنوية، هناك برامج تدريبية فردية، وهناك برامج تدريبية مؤسساتية، وهناك ما يسمى برخصة ممارسة العلاقات العامة. وهذا البرنامج يتطلب أن يشارك يعني العضو المتدرب إذا كان متخصص في العلاقات العامة أن ينجز 5 دورات تدريبية من 9 دورات ليكون ممارساً يحصل على رخصة ممارسة العلاقات العامة. بينما الذين ليس لديهم تخصص في العلاقات العامة يحق لهم أن يمارسوا العلاقات العامة حينما يحصلوا على 7 دورات من 9 من برنامج رخصة ممارسة العلاقات العامة. المجال الآخر من إنجازاتها، وقد قدمت خلال هذا المحور أكثر من 50 دورة وبرنامج وفعالية تدريبية وأمسيات تدريبية. أما فيما يتعلق بالمحور الثالث وهو محور يتعلق بالمجلة العلمية المتخصصة والمحكمة، أنتجت الجمعية مجلة علمية متخصصة يتم من خلال النشر البحوث والدراسات العلمية المحكمة عبر المجلة، وقد صدر لها أكثر من يعني نحن الآن في العدد الرابع بإذن الله تعالى في موضوعات متعلقة بتخصصها سواء في العلاقات العامة أو في الإعلان. من ضمن الأنشطة والبرامج التي طبعا للجمعية موقع على إلكتروني، ويتواصل أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية بالجمعية وتقدم لهم الخدمات التي تقع ضمن تخصصها. أيضا للجمعية ملتقى شهري لطرح جدلية أو طرح موضوع لمناقشته عبر هذا الملتقى، وتقديم يعني حلول أو اقتراحات لتطوير مهارات الممارسين. أنا أعتقد يعني كتجربة جمعية العلاقات العامة أنها تجربة أعتقد أنها يعني نجحت إلى حد كبير في تنمية البيئة المتخصصة في مجال ممارسة العلاقات العامة، وهي بلا شك طموحات الجمعية طموحات أكثر مما أنجزت، وأتوقع إن شاء الله تعالى المرحلة القادمة ستقدم الجمعية المجموعة أكبر من البرامج والأنشطة. وفكرة الجمعية هي أو فكرة إنشاء جمعيات أو تعزيز الجمعيات في المجتمع لا شك أنها ظاهرة صحية، وتؤدي إلى العديد من يعني الفرص للشراكة بين يعني أعضائها والشراكة مع المجتمع في تنمية الأفكار وفي تطوير مجموعة من المبادرات التي تصل في النهاية إلى تحقيق الهدف، بحيث أنه الأصل في يعني في الشراكة المجتمعية أو رأس المال الاجتماعي هو يركز على كيف نستثمر العقول البشرية داخل هذا المجتمع بما يخدم هذا المجتمع. والجمعية العلمية هي أسلوب من الأساليب التي تتيح فرصة وتخلق بيئة مناسبة للشراكة وتوجيه أنظار الناس وتوحيد الأفكار حول القضايا الرئيسية والبرامج والأنشطة المهمة التي ينبغي أن نركز عليها، بدل من تشتيت الأفكار من خلال جهود فردية أو من خلال أنشطة مختصرة يقوم بها البعض. لكن العمل المؤسسي، العمل الذي يتم من خلال تنظيمات وشخصيات اعتبارية، وأيضا دعم من خلال المجتمع نفسه ومن خلال الخبراء ومن خلال المسؤولين الذين يشاركون في هذه الجمعية أو في هذه الجمعيات بشكل عام بهذه الروح، لا شك أنها تكون يتم ممارسة هذه الأنشطة بمستوى وبأسلوب مختلف عن الوظائف. يعني تجد العاملين في هذه الجمعية يعملون بمفهوم الرسالة ليس بمفهوم الوظيفة، يتعاملون مع هذه الأنشطة والبرامج كأنها جزء من انتماء، يكون يعني نسبة الانتماء ونسبة الارتباط
بأنشطة الجمعية يكون عالي جداً، وبالتالي هذا يعكس مستوى جودة أعلى ومنتج أعلى. في الدقيقة التي بقيت من الوقت المخصص لي سأركز فيها الحديث على أن يعني أن أعزز فكرة إنشاء هيئات، وطبعاً مع اختلاف الجمعيات العلمية عن الهيئات، لكن لا شك أن تفعيل الهيئات المحلية والهيئات المهنية التي يعني تدعم بعض الأنشطة وبعض الفعاليات سواء السياحية أو غيرها، لا شك أنه توجه علمي ومهني وتخطيطي ناجح يساعد على الكثير من 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 تحقيق الأهداف، ويجعل الجميع يركزون على الأهداف بدلا من الغرق في التفاصيل والجزئيات. يعني البعض قد يكون له أنشطة وله برامج كثيرة، لكن لغرقه في هذه التفاصيل وغرقه في هذه الإنجازات والإجراءات ينسى الأهداف الكبرى التي عليها أن يركز عليها. بالتالي أنا يعني أشجع وأؤيد فكرة الهيئة لإنشاء جمعيات مهنية وهيئات مهنية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق، وأكرر الشكر والتقدير، ويعني شكرا جزيلا للجميع، وانتهى الوقت، والله يحفظكم ويرعاكم. طيب، بس نحب نوضح الفرق، لأن ذكر الأخوان الجمعية العلمية والجمعية المهنية. طبعا بالتأكيد أن الجمعية العلمية هي جمعية واللي هي عادة تحت مظلة الجامعات السعودية أو وزارة التعليم، وعادة هذه تطور وتنمي المنتمين لها علميا، بينما الجمعية المهنية بالتأكيد واللي مقصودة هنا وهي جمعية تهدف إلى تطوير المنتمين إليها، تطويرا من ناحية التدريب، من ناحية يعني ممكن يكون بناء شبكة التواصل بينهم، وهذه مهمة جدا مهنيا بما يخصهم في عملهم اللي هم طبعا منظم الفعاليات. فبودي إذا كان هناك من منظم الفعاليات من لديه بعض المداخلة حول هذا الموضوع فليتفضل. إذا كان أنا ما أدري إذا كان هناك أحد المنظمين، تفضل. أسعد الله أوقاتكم. أعتقد أن إنشاء جمعية لمنظمي الفعاليات هو هاجس لا شك، ويعني أمنية طال يعني حقيقة يعني تحقيقها. يمكن الأستاذ حمد آل الشيخ نائب الرئيس التسويق ذكر أن هناك أكثر من 160 شركة تعمل في مجال تنظيم الفعاليات. أعتقد أن هذه الشركات حتى وإن كان نصها فاعل، تتراوح بين قوية وضعيفة وشيء، تحتاج إلى من ينظم عمل هذه الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، تحتاج إلى مظلة تستطيع أن تتحدث بها مع الآخرين سواء شركاء العمل أو مع حتى القطاع الحكومي أو حتى مع الهيئة العامة للسياحة والأثار. يمكن الجلسة اللي قبل هذه كانت فعلا فيها شيء من الإثراء، لو كان هناك جمعية لربما بت في قضية يعني إقامة ملتقى للفعاليات، وحيتفاعل المنظمين الفعاليات حقيقة مع جمعية. الأستاذ سطام ذكر نقطة مهمة جدا، قضية التواصل مع منظمين الفعاليات حتى وإن كانت جيدة في الوقت الراهن بس برضو تبقى ضعيفة، لأنهم كل واحد يعمل في منطقة معينة ولا في منظومة واحدة تجمعهم، مع أن الشكر لإدارة برامج المنتجات هم يقومون بالتواصل بشكل مستمر، ولكن وجود جمعية ووجود يعني اجتماعات دورية في بهذا الخصوص اعتقادي حتنظم هذا العمل، حتساعد بشكل كبير جدا في قضية يعني تطوير الفعاليات على مستوى المملكة. حيكون هناك لجنة استشارية بعد في الجمعية لتطوير الفعاليات ودرء السلبيات، حتستحدث مجموعة من الدراسات، حتستحدث مجموعة من يعني طبع مجموعة من التجارب يعني العالمية بالنسبة لتنظيم الفعاليات. اعتقادي ان تنظيم الجمعية تأخر كثيرا حقيقة. شكرا. شكرا. احد اخر؟ تفضل من قسم النساء. السلام عليكم. سلوى من عضو جمعية السفر والسياحة. أنا أؤيد فعلا وجود جمعية الفعاليات، لأنه ما زالت ترتقي برأيي الفعاليات اللي نشوفها على مستوى المملكة. بس أحب أنوه على موضوع أنه الجمعيات المهنية هي شيء جديد على مجتمعنا. نحن لا نفهم الفرق بين جمعية خيرية ومهنية، ما زلنا نعتبر أنه الجمعيات كلها خيرية اللي تأخذ فلوس تعطي الناس وزي كذا. فتهيألي هذا مفهوم جديد نحتاج إلى توعية المجتمع السعودي فيه،
يجب أن فعلا توجه هذا الإنسان، هذا المواطن، هذا المجتمع، يعني ما نكلم وحنا نسولف مع بعض بهالملتقى الجميل، بس أنا ماني شايف الناس البسيطة تقدر تفهم عن زي ما اشتغلت واجتهدت وزارة الصحة على عقود وعقود وعقود ووقعت الناس على أهمية الصحة والتطعيم وخلافه. يجب أن نعمل على توعية هذا المجتمع بأهمية الجمعية المهنية وش معنى أنك تنتسب لها أو تكون عضو فيها وتكون فاعل فيها. هي مي جمعية خيرية بالنهاية نوزع رز ولا سكر ولا مين محتاج مش محتاج، لا هي مهنية تحفظ حقك ووطنك ومقدراتك الاقتصادية وخلافه. لما تتكلم بهذا الأشياء المهنية ما زلنا ما نحس فيها. الآن بدأنا نسمع عن جهود الجمعية المهندسين السعوديين وأنه اكتشفوا كذا وصاروا يجبر سوى ترخيص فيها وقديش من فضائح قرناها في الجرائد. أعتقد أنه علينا عبء توعوي لازم نشتغل عليه بأي جمعية كانت، وجمعية الفعاليات أنا أؤيدها بشدة ويعطيكم العافية. شكرا. شكرا. تفضل مهندس طارق. السلام عليكم. طارق العيسى مدير البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. طبعا في شيء جميل جدا وجود او التفكير في ايجاد جمعيه لمنظمين الفعاليات السياحيه في المملكه، بس انا ودي بس اشرح التجربه اللي مر عليها البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في الرفع للمقام السامي لانشاء جمعيه سعوديه للمعارض والمؤتمرات. فهذه ممكن الاخوان هنا الاستفاده منها على أساس في تأسيس الجمعية إن شاء الله السعودية لمنظمي الفعاليات. طبعاً في البداية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء وأعطى لها اختصاص تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل كامل، ووضع الآليات والخطط اللي تضمن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة. فهو اختصاص وضع من مجلس الوزراء للبرنامج. طبعا بناء على ذلك إدارة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات رفعت خطة لتطوير الأنظمة والتنظيمات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، وشملت هذه الخطة إنشاء جمعية سعودية للمعارض والمؤتمرات. اللجنة الإشرافية وافقت على المبدأ هذا وعلى الخطة هذه، وبناء على ذلك عملنا فترة السنة الماضية كاملة في موضوع إعداد تصور لإنشاء الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات. هي بدأت من مجلس الغرف السعودية. مجلس الغرف السعودية عنده لجنة وطنية اسمها اللجنة الوطنية لشركات المعارض. فإحنا تواصلنا مع مجلس الغرف السعودية واقترحنا أن اللجنة الوطنية هذه يجب تطويرها. فكانت الخطوة الأولى أن تتحول من لجنة وطنية لشركات المعارض إلى لجنة وطنية لشركات المعارض والمؤتمرات. وافق مجلس الغرف وعاد تشكيل اللجنة هذه. وبعدين اتفقنا مع المجلس أن اللجنة الوطنية هذه ليش ما تتغير تصير جمعية مهنية للمعارض والمؤتمرات، تصير هي تجمع أو صوت القطاع الخاص. وافق أيضا مجلس الغرف على ذلك، وعملنا الفترة الماضية مع مجلس الغرف مع الأخوان في الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار، وأيضا مع المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ووصلنا إلى إعداد تنظيم الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات. هذا التنظيم رفع للجنة الإشرافية، وافقت اللجنة الإشرافية البرنامج عليه وتم رفعه للمقام السامي. فلو تلاحظوا هنا المراحل اللي مرت فيها لنوصل إلى مرحلة أن نرفع إنشاء جمعية سعودية للمعارض والمؤتمرات. فكانت هي المنطلق حقنا اللي هو اللجنة اللي موجودة الآن في مجلس غرف السعودية. طبعا هذه الكلام يمكن الاستفادة منه الآن في التصور الجديد بالنسبة للجمعية. طبعا في ثلاثة نقاط أنا ودي أوضحها ومقترح أخير لعساس go forward في الموضوع هذا. طبعا في البداية كلمة فعاليات تعتبر كلمة عامة، فمثلا إنما نقول إن جمعية منظمي الفعاليات معناتها هذا يشمل معارض، مؤتمرات، فعاليات ترفيهية، مهرجانات، فعاليات رياضية، فهذا بيصير فيها لبس إذا في عملية الإعداد هذا. فعملية هو شيء وضع المسمى الصحيح إيش تخصص الجمعية هذه، يعني ما تتداخل مع جمعيات أخرى زي هذه الجمعية الآن مرفوعة للمقام السامي.
النقطة الأخرى اللي ننظر لها هي عملية من المهم التقييم ووضع معطيات واضحة لإنشاء الجمعية. هل الآن حجم منظمين الفعاليات الترفيهية كبير في المملكة؟ زي مثلا المعارض والمؤتمرات في 1600 سجل تجاري الآن في تنظيم المعارض والمؤتمرات، منشآت المعارض والمؤتمرات في كل مكان في منشأة، هذه منشآت معارض ومؤتمرات مثلا، فكان في صناعة، كان في منطلق. فعملية التقييم بشكل كامل بعدد المؤسسات وعدد الموردين والمنشآت وغيرها، هذه المعطيات مهمة توضيحها على أساس تكون مبرر لإنشاء الجمعية. يعني الآن لو مثلا نحصي شركات تنظيم الفعاليات الترفيهية يمكن ما يوصل عددها يمكن اللي فعال زي ما قال الدكتور يمكن 30 أو 40 أو 50 أو 60 ممكن. فهذا أيضا مهم جدا في عملية التقييم. المقترح الأخير اللي أنا أقترحه طبعا في المجال هذا اللي هو أول شيء النظر في إنشاء في البداية لجنة وطنية للفعاليات الترفيهية أو للمهرجانات، تكون هي أول تجمع للقطاع الخاص ويكون من ضمن مجلس الغرف السعودية، وبعدين اللجنة هذه تبتدي تشتغل وبعدين تفكر في عملية تحويلها إلى جمعية سعودية للمعارض والمؤتمرات، تكون عملية بالتدريج. وهذه تجربة مرينا إحنا عليها في البرنامج وإن شاء الله الحمد لله مشت الآن بشكل بسيط. وشكرا. شكرا، تفضل يا أخي. والله أنا أول يعني وجود أول شيء شكرا جزيلا للجلسة والمتحدثين. أعتقد وجود أبو عادل الدكتور فيصل فاضل جدا مهم في هذه الورشة، وخاصة أنه في تجربة جميلة، وأعتقد أنها تكون واحدة من التوصيات. الآن اللجنة السابقة لإرشاد السياحة ولجنة وكالة السفر أسسها موجودة، وأعتقد أنه من السهولة يعني أتصور أنه لا نخترع العجلة من جديد، موجود النظام، موجود الآلية داخل الهيئة. في خلال الفترة القادمة أنا أتصور خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع القادمة أنها ممكن تتم، لأن الهيئة عملت شوط حقيقة جدا ممتاز ونظمتها تنظيم جدا ممتاز. أيضا ممكن إذا واجهت مشكلة في مجموعة سميت مجموعة أصدقاء نشاط معين، أعتقد برضو أسسه موجودة عندنا في الهيئة، ممكن يصير مجموعة أصدقاء الفعاليات أو شيء من قبل في البداية. أعتقد أنه خلال يعني الفترة القريبة القادمة مهم جدا وجود هذه اللجنة بشكل سريع، يعني خاصة إذا ربطنا بين ما نوقش هذا الآن وفي الجلسة الماضية. ملتقى الفعاليات السابق حقيقة كان حضوره جدا ممتاز، اللي أنا أتذكره يعني كان لم تخني الذاكرة، كان جدا حضوره ممتاز، وبالتالي الأخ عبد المرشد والأخ حمد آل الشيخ اشتغلوا عليه شغل يعني جيد. لا يكون ملتقى الفعاليات اليوم أو نقول جلسة الفعاليات اللي قبل شوي مؤثرة علينا أو تحبطنا بقلة العدد، لكن أعتقد أنه في مجال كبير جدا للنشاط. الأخت سلوى ذكرت نقطة مهمة أيدها فيها، وشكرا جزيلا. شكرا شكرا. إذا في مشاركة في تفضل يا أخوان. السلام عليكم، اعتماد المسعري مرة ثانية. بالنسبة للجمعيات أنا ما أدري لي وجهة نظر، إذا أنت ما يديني لها أو ممكن أحتفظ فيها لنفسي. الجمعيات خير مو الخير المهنية، الآن عندنا 4 جمعيات مهنية تختص بالسياحة، فإحنا فينا نلزم أصحاب المهن بالانتساب لها أو الاشتراك لها. أنا شايفة رسومها جدا بسيطة ما تقارن بأي شيء، يعني ممكن تفنط أنه في عضويات فعالة وعضويات مشاركة وعضويات لها اللي هم الأعضاء اللي موجودين فيها، كل عضوية لها رسوم محددة فيها. الإلزام هذا ما هو يعني قوة القانون، لا، لكن له هدف حتى يتبين صلاحية التراخيص اللي صادرة للمنظمين أو للإيواءات أو لأي الجمعيات المهنية هذه. الإلزام برضو ممكن إحنا نكون سباقين في الموضوع هذا، وممكن إحنا بالدول الخارجية ما إحنا سباقين فيها، قصدي في المملكة كجمعيات مهنية، لأنه برا المهندس لازم يكون منتسب لإحدى الجمعيات الهندسية، الأطباء عندهم جمعيات الأطباء لازم يكونوا منتسبين فيها. فإحنا من باب أولى أنه المنظمين، بما أن المنظمين أو الجمعيات الأخرى المرشدين يكونوا منتسبين لجمعيات، حتى تكون في
عملهم يكون في نوع من الانضباط ويكون في ابديتد للاعمال حقتهم، يعني يكون تابعين للجمعيه اول باول، حيكونوا متواصلين. الكرت البطاقه تبعت العضويه ما تجدد الا بتجديد عضويه الجمعيه. شكرا. شكرا يا اختي، شكرا. ايوه تفضل. بس كنت عايز اسال حاجه مهمه بالنسبه للمرشد السياحي، هو نفس المسمى المرشد السياحي اللي موجود في كل دوله ولا عدد الاعضاء لو سمحت كام دلوقتي؟ الموجودين حاليا. طبعا عدد المرخصين من المرشدين السياحيين تقريبا 280 مرشد سياحي. تمام. العضوية طبعا السنة الأولى راح تكون طبعا هي إجبارية مثل ما قالت الأخت اعتماد. نعم. إجبارية، إذا حصلت على رخصة الإرشاد السياحي لابد تكون منتسب في جمعية المرشدين السياحيين. تمام. السنة الأولى طبعا بما أنها تأسيسية عملنا العضوية مجانية لجميع المرشدين السياحيين، لكن من ابتداء من السنة القادمة راح تكون فيه رسوم هي عبارة عن 150 ريال. تمام. هو عندنا احنا نوعين من المرشدين، في مرشد سياحي اللي هو السياحي العادي، وفي المرشد السياحي الديني اللي هو بتاع مكة والمدينة، ولا ده ملوش علاقة؟ لا لا، في مكة والمدينة يسمونه مطوف، اللي في مكة مطوف، في المدينة دليل. أنا عايز أوصل لك للموضوع. أي نعم. عارف عدد الآلاف اللي شغالين في المنطقة؟ 10,000. يا سلام عليك، لو دولة انضموا إلى الجمعية بتاعتك. عندنا برنامج طبعاً. أيوة. يمكن أنا ما حصل الفرصة أني أقوله. لكن حنا عندنا تواصل مع اللي هم وزارة الحج على أساس أننا نستقطب مؤسسات الطوافة وجمعية الأدلاء. تقريباً حنا نستقطب بس أو نستهدف بس المتحدثين باللغات الدول المستهدفة اللي هي خاضعة لتأشيرة العمر الممتدة. نعم. طبعاً مستهدفين تقريباً 3,000 مرشد سياحي خلال الفترة القادمة. وإضافة عليهم الناس اللي بيتخرجوا من الجامعات ممكن يتعينوا في هذا المجال في بعض الفنادق هناك كمرشد سياحي ديني ومرشد سياحي عادي. لا، ما في مرشد سياحي ديني عندنا. احنا عندنا مرشد سياحي وفيه دليل او مطوف. يعني ما نخلط بين الموضوعين. لو سمحت يا عزيز، لو سمحت. لو ما يكون في نقاش، لو تسال السؤال وبعد ذلك في اسئله. لا، هي كانت راح يجيبوا عليها بالاخير. نعم، هو كان نفس السؤال. لان العدد صغير، قلنا لو اضفنا عليه المطوفين وناس يكون احنا نتكلم يا عزيزي عن الجمعيه المهنيه لمنظم الفعاليات، فخلينا نركز على منظم الفعاليات اكثر من المرشدين السياحيين. خلاص، لو كده لان هي هذا الهدف من الجلسه هذه. طيب، استفسار. تفضل. اشرت الى انه في عدد سجلات اصدرت من التجاره بخصوص تنظيم الفعاليات. السجلات اللي اصدرت والمؤسسات اللي عملت على عمليه استخراج التراخيص، ليش ما يكون في مثلا ارتباط او طلب منهم في حال لابد في مثلا تحقيق تارجت معين من تنظيم فعاليات معينه، والا يضطر الى الغاء السجل او توجيه مثلا لفت نظر لهم، بحيث انه لابد انه طالما انه في 1600 سجل بتقولوا صادره بخصوص الفعاليات، لابد انه تفعل الأشياء هذه بحيث انه تكون يستفيدوا منها بقدر الامكان، مش فقط مجرد اسجار سجل تجاري وتنظيم فعاليات بدون ما تكون على ارض الواقع. يعني خالد الصويلح مجموعة الحكير. صحيح، هذا في بعض الدول تشترط ان يكون منتظم او منتمي الى هذه الجمعيه حتى يستطيع تنظيم بعض الفعاليات، فبالتاكيد. لكن احنا الان في طور انشاء الجمعيه، مدى اهميتها لمنظمي الفعاليات، هل هناك وماذا يتوقعون مثلا، ماذا يتوقعون منظم الفعاليات من هذه الجمعيه؟ تفضل يا استاذ احمد. حمد آل الشيخ، الهيئة العامة للسياحة والآثار. بس للتوضيح طبعا، في دائما نلقى اللوم ومع جهات أخرى على موضوع جودة الفعاليات. المواطن يبحث عن جودة الفعاليات، الجهات الأخرى تبحث عن جودة الفعاليات. الفعاليات تدر مليارات الريالات على اقتصاد المملكة وعلى اقتصادات المناطق. فبالنسبة لنا في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وجود جهة أو تنمية هذا القطاع مهم جدا بالنسبة لنا. الاستراتيجية الفعاليات تنص على أن يكون فيه جمعية أو اتحاد لمنظم الفعاليات حتى تنظمهم. للتوضيح، هناك أعداد كبيرة من الجهات. احنا نتكلم، أنا ذكرت الدكتور مقبل ذكر 180 أو 160 منظم، نتكلم عن المنظمين الرئيسيين، لكن هناك أعداد من المؤسسات والجهات، أعداد كبيرة تتجاوز 1,000 ويمكن توصل 1,500 من الفرق الترفيهية، من المنظمي موردين للفعاليات، الفرق الإنشادية، الصوتيات، الموردي تجهيزات،
أعداد كبيرة جدا هم المفروض أنهم انضموا تحت هذه الجمعية. نتكلم عن جمعية الفعاليات، فوجود هالجمعية مهم جدا بالنسبة لنا للرقي بهالفعاليات، وحتى نضمن جهة تتكلم بصوت واحد لهالمنظمين، بالإضافة لتحسين هالجودة ورفع الجودة وتدعيمهم ودعم المنظمين ودعم حتى الأفراد. هناك أيضا أعداد كبيرة من النساء الآن يدخلون في موضوع تنظيم الفعاليات، فوجود هالجمعية نتوقع منها أن تربط بهالجهات وأن تتكلم عن بصوت واحد وتسعى إلى دعمهم. أنا أيد اللي ذكره الأخ سطام والمهندس طارق العيسى على عملية أن يكون فيه أن نبدأ بلجنة استشارية أنها تكون نواة تبدأ في تأسيس ودراسة تأسيس لهذه الجمعية، وأتمنى أن يكون في توصياتكم وأن يكون في توصيات من جلستكم أن يكون في فعلا تأييد إنشاء جمعية، وأن نبدأ في تكوين لجنة استشارية من منظمين ومن الجهات الأخرى اللي ذكرهم الدكتور فيصل، أن يكون فيها الجهات نفسها تبدأ تعمل في العمل على تأسيس هذه الجمعية أو وضع النظام لها. شكرا أستاذ حمد. إذا في سؤال نختم بآخر وبعد ذلك نفتح مجال للإخوة للإجابة على بعض إذا كان هناك، أو نبدأ في إذا تفضل يا مهندس. الواقع كلمتين فقط. الجمعية تقود إلى العمل المؤسسي، ونشاط تنظيم الفعاليات يعد نسبياً في المملكة نشاط بكر، من هنا هذا يؤكد ويدعو إلى أهمية وجود هذه الجمعية. شكراً. شكراً. الآن راح أعطي بعض الوقت إذا للدكتور فيصل والأخوة بحيث يعطونا يعني كإجابة على الأسئلة أو ختاما لهذه أو خلاصة الجلسة هذه. تفضل يا أستاذ دكتور فيصل. معظم المداخلات كانت مداخلات يعني ما كانت أسئلة، وأنا الحقيقة أتفق مع معظمها، وهي تدور إلى وخلنا نقول تتمحور حول أهمية تكوين جمعية. نبدأ مثلا بلجنة انتيرم سولوشن، إجراء مؤقت مرحلي، وبعدين تكوين جمعية. هو يمكن الإشكالية يمكن ذكرها أحد الأخوان اللي هو الاختصاص، يعني السجل التجاري يصدر من وزارة التجارة، هيئة السياحة هل هي تشرف على النشاط، نظام السياحة حدد الأنشطة والمهنة اللي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار. وفي أحد مواده لأنه السياحة بطبيعتها ديناميكية وتتطور ويظهر من فترة إلى أخرى بعض الأنشطة والمهام، ففي مادة استباقية أنها تتيح للهيئة إذا وجدت نشاط له أثر كبير في السياحة وأنه لا تنظمه جهة أخرى أنها تنظمه، تصدر له لائحة تنبثق من هذا النظام وتشرف عليه ويصبح كنشاط تحت إشراف الهيئة. إذا كان في نشاط تحت إشراف الهيئة، الهيئة هي أوريدي يعني بحكم أنها جهاز حديث، جهاز يعمل يعني خلينا نقول بآلية حديثة، هو يشجع يعني هو سبب نشوء الجمعيات التي لدى الهيئة هي لأن الهيئة مبادرة، هي اللي كانت تطالب بتكوينها. فلما يكون مثل هذا يكون في نشاط منظم، أنا أتصور أنه بيكون يعني أكثر يعني سهولة في تكوين مثل هذه الجمعية. إذا بقي الآن فقط سجل تجاري لدى وزارة التجارة يحتاج إلى جهود، أنا أقول جهود مكثفة والله يعين الأخوان في منظمي الفعاليات هذه، لأن وزارة التجارة دائما عندها مظلة ترميهم على الغرف التجارية، مجلس الغرف التجارية، وتعرفون مجلس الغرف التجارية يركز على التجارة والصناعة، للأسف حتى مسمى المجلس الغرف التجارية والصناعية، لو على الأقل أضافوا السياحية الزراعية، لأنه في بعض الدول تلقى مجلس الغرف الزراعية في بعض الدول بحسب النشاط، في التركيز على التجارة والصناعة. ما ودي أطيل في هالموضوع لكن أختم لأنه لازم أتيح المجال للأخوان زي ما تفضل الأستاذ حمد والمهندس طارق ويمكن الأخوان أن نبدأ بإجراء مرحلي مؤقت، وإن شاء الله في مرحلة لاحقة ننطلق إلى إنشاء هذه الجمعية. شكرا. دكتور محمد الصبيحي بشكل سريع لو تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة من خلال ما سمعت من مداخلات ومن خلال ما تحدثنا عنه لاحظت أنه الموضوع يتناول أنه ما مدى أهمية إنشاء الجمعية
هذا السؤال الأول للمشاركين في هذه الورشة، وأعتقد أنه الجميع يتفقون على ضرورة إنشاء هذه الجمعية بشكل أو بآخر، حتى وإن كانت ضمن إجراءاتها أن تبدأ بلجنة أو وتنتهي إلى جمعية، لكن أرى أن التوصية الرئيسية هي إنشاء جمعية للفعاليات. الأمر الثاني تناول مجموعة من التحديات، يعني سمعت بعض المداخلات تتكلم عن بعض التحديات، بعض العقبات التي قد تواجه ممارسي أو المنظمي الفعاليات. أرى أنه مهما كانت هذه التحديات ينبغي أن تتحول هذه التحديات إلى طاقة إيجابية تجعل المشاركين والمنظمين وأيضا الهيئة باعتبارها الجهة التشريعية لهذه الأنشطة والفعاليات أن يقودها إلى يعني نشاط أكثر وتنظيم أكثر وعمل مؤسسي أكثر. هذا ما أريد أن أصل إليه، أنه ينبغي أن تكون توصية هذه الجلسة النقاشية هي ضرورة البدء في إجراءات إنشاء هذه الجمعية ومحاولة يعني سواء من خلال التوعية يعني لأن هناك فروق بين الجمعية العلمية والجمعية المهنية، أدوار الجمعية المهنية وظائفها إلى آخره، ينبغي أن يعني يرافق هذا الإنشاء مجموعة من الأنشطة التوعوية والأنشطة الإعلامية التي تقود إلى أن تكون ثقافة مجتمعية، يكون لدينا ثقافة مجتمعية للعمل المؤسسي، العمل المنتج، العمل الذي يركز على أهداف محددة. وشكرا. شكرا دكتور. أستاذ سطام تفضل. يعني تقريبا احنا يبدون فيه شبه اجماع على اهميه الجمعيه، ويمكن متفقين على انه ولو نبدا بشكل مؤقت باللجان، ما اضيف شيء على الاخوان. شكرا لكم. يبدو ان نلخص هذه الجلسه في التالي، في ان هناك اجماع على المبادره في انشاء هذه الجمعيه، جمعيه مهنيه تخدم منظم الفعاليات، بالتاكيد هناك حاجه لتطويرهم مهنيا، تكون يعملون داخل هذا الإطار في تحت مظلة هذه الجمعية، تساهم في تطويرهم، ربطهم بالعالم الخارجي قد يكون من أهم الأشياء بالنسبة لمنظم الفعاليات، بالتأكيد أنهم التواصل فيما بينهم والاستفادة من تجاربهم وتجارب الآخرين. أنا أعتقد أن التوصية التي نستخلصها الآن هي توصية بإنشاء لجنة تأسيسية لتأسيس هذه الجمعية وعرض ما راح تقدمه هذه الجمعية وماذا يستفيد منها المنظمين، وإن شاء الله بالتأكيد أنها بتكون خلال وقت قصير بإذن الله تكون بين الجمعية مهنية تدعم هذا الجانب والمنظمين الفعاليات. شكرا على حضوركم، شكرا للإخوة على هذه المشاركة، شكرا للأخوات، ونتمنى أن نلتقي بكم لاحقا. شكرا. في ختام الجلسة الرابعة والتي تحدثت عن مقترح جميع منظمي الفعاليات، نشكر المتحدثين ومدير الجلسة، كما نشكركم أنتم على استماعكم والتوصيات التي خرجناها فيها. في تكريم للمتحدثين تفضل الأستاذ حمد آل الشيخ نائب رئيس الهيئة لقطاع التسويق والبرامج، الدكتور عيسى بن عبد الله العيسى رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين السعوديين، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار، الأستاذ سطام بن أحمد بلوي رئيس مجلس الإدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، الدكتور محمد الصبيحي عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان، الهيئة العامة للسياحة والآثار، ملتقى السفر والاستثمار السياحي.